من دبي ينضم إلينا السيد يحيى محمد صالح، الشريك والمؤسس والمدير التنفيذي لمنصة بقشة. أهلا بك سيد يحيى، شكرا على وجودك. يعني أولا الوضع الحالي، اشرح لنا كيف تعمل هذه المنصة، كيف يتم التواصل مع مصممات الأزياء المستقلات، ثم عملية البيع للزبائن. يا هلا وسهلا فيك، شكرا على الاستضافة. باختصار شديد، منصة بوكشة للأزياء الليبية هي المنصة الأولى والأكبر فيما يخص استقطاب المصممات المستقلات والمواهب الإبداعية الناشئة في المنطقة. لدينا اليوم أكثر من 1000 مصممة و20 ألف منتج معروض فيما يخص الأزياء الليبية النسائية. طيب لماذا مصممات؟ لماذا لا يوجد مصممين أيضا؟ طبعا التركيز في المرحلة الأولى راح يكون على الأزياء الخليجية النسائية بحكم وفرتها في السوق. نحن طبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة كثرة وجود عدد المصممات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام. طبعا كمنصات هاي غير يعني مناسبة أو غير مكتملة لعملية الشراء ويعني للزباين. فنحن كمنصة ارتئينا إلى أن أفضل شيء نجذب كل هؤلاء المصممات تحت مظلة واحدة، فنهتم بكل التحديات التي يواجهونها سواء كانت لوجستية أو تسويقية أو فيما يخص مثلا في بوابة الدفع أو خدمة العملاء، فيسمح لهم طبعا بالتركيز على التصميم بأسرع وأفضل الطرق بأقل التكاليف الممكنة. طيب أستاذ يحيى، أين وصلتم في أعمالكم الآن على مستوى التمويل وعلى مستوى أعداد العملاء أيضا؟ طبعا نحن الحمد لله قمنا باغلاق الجوله الاستثماريه الاولى سيد انفستمنت بقيمه $1 مليون بقياده صندوق الوطن الاماراتي وبعض الصناديق العائليه. في المرحله الاولى كان الهدف استقطاب تقريبا 1000 مصممه محليه من دوله الامارات، وان شاء الله الان ان شاء الله نحن في صدد استقطاب العديد من هؤلاء المصممات في دول الخليج والمغرب العربي، والهدف راح يكون استقطاب اكثر من 10,000 مصممه خلال السنوات المقبله ان شاء الله. أما طيب. فينا أما من ناحية العملاء، هذا هو السؤال، تفضل. نعم، من ناحية العملاء، نحن إن شاء الله نحن في الفترة الماضية قمنا بشحن المنتجات لأكثر من 40 دولة. طبعا في المرحلة الأولى اعتقدنا أن السوق الخليجي هو راح يكون فقط السوق الوحيد لهذه المنتجات، ولكن تفاجأنا بوجود طلب كبير من الجاليات العربية والإسلامية التي تقيم في دول مثل أمريكا والدول الأوروبية وأستراليا وكندا. فاليوم نحن كمنتجاتنا يعني تناسب الذوق، مش فقط الذوق الخليجي بل ذوق الكثير من الشرائح في دول العالم. طيب الخطة أيضا هي ليست فقط البقاء في منطقة الخليج، يعني هل تنوون التوسع في دول أخرى؟ يعني أنتم استقطبتم مصممي أزياء من شمال أفريقيا وغيرها، لكن التوسع على مستوى الزبائن أيضا؟ بالنسبة للزبائن التوسع موجود، اليوم نحن نشحن لجميع دول العالم من الشرق إلى الغرب، فمن ناحية العملاء اليوم يعني يقدرون يعني يشترون المنتجات هاي من أي دولة في العالم، فلا إشكال في هذا. لكن من ناحية المصممات، من ناحية السبلاي سايد، يعني بدأنا في المرحلة الأولى باستقطاب مصممات الإمارات، لكن إن شاء الله المرحلة الثانية راح تكون دول الخليج ومن ثم المغرب العربي. نتمنى لكم التوفيق، وأشكرك سيد يحيى محمد صالح، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة بقشة، شكرا جزيلا لك. جلسة مساء جديدة غدا مشاهدينا في نفس